السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل ازاي استفاد من الفيلم والبرمجة والتصميم الداخلي وتعلم الرياضة من التصميم الداخلي غير مفيد؟ طيب، تعلم الرياضة من التصميم الداخلي مفيد جدا، وخلينا نشوف التصميم الداخلي عايزين نشتغل بيه. عايزين نشتغل مثلا ببرنامج زي ال 3 دي ماكس او السكتش اب، وبيعاني كتير ان الحاجات ديت مش ذكية، مش سمارت، يعني متقدرش مثلا بين الباب وبين الحيطة أو الفلور أو كده. يعني لو حطيت مثلا الباب مدمج جوه الأرضية، يعني تحت الأرضية مثلا 20 سنتي، ما بيقدرش مفيش طريقة إن أنا أعرف إذا كان شغلي فيه غلطات ولا لأ. إنما في تقنية البيم عموما، بلاش نقول اسم البرنامج، تقنية البيم سهل جدا إن أنا أقول له جوه الكليشيهات بين الأبواب والفلور، او جبت الكليشيهات بين مثلا اي حاجه في الشاي والامي بي، فبيديني شغل حقيقي، مش بيديني حاجه بابليك او حاجه مثلا ما اقدرش احصرها، لان كله كتل، مفيش فرق بين الباب والشباك او بين الباب مثلا وماسوره الصرف، مفيش فرق خالص. تمام، فبتفرق حاجات كتير جدا زي موضوع الحصر، زي موضوع وجود الكليشيهات والحاجات ديت. المشكلة الوحيدة بس إن أنت ما كنتش عندك مكتبة، فهحط لك رابط برضو عندي على القناة أو عندي على الموقع، وهتلاقي بعض الفاميلي اللي تقدر تحملها ويبقى عندك المكتبة بتاعتك. مع الوقت تبقى عندك مكتبة خاصة بيك وتبقى المشكلة اتحلت إن شاء الله. طيب، ده جزء خاص بالبرمي مع المصمم الداخلي. وهتفيدك كتير جدا إن أنت ممكن تحدد الطبقات بالظبط قد إيه، ولو انت عايز تعدل بتخش تعدل الرقم بتتعدل معاك، ما تقعدش تقعد تحدد عناصر وتعدل فيها وهكذا، بتبقى سهله ولذيذه، وتقدر تاخد السكيشن زي ما انت عايز، وتظهر فيها القطاعات زي ما انت عايز بشكل هندسي جميل جدا. بالنسبه للبرمجه، البرمجه سكيت في ايه عموما؟ البرمجه لو عندك حاجه تكرر كتير ممكن تعمل حاجه تسهلك عليك، يعني بدل ما تمشي على عنصر عنصر تعدل، لا مره واحده. على سبيل المثال، كان عندي لوحة كبيرة وفيها يونت كتير جدا، معمولة مثلا بالنظام الأمريكي، فقعدت حوالي البريطاني، فلازم تعدي على واحدة واحدة وتمسك الحاسبة وتعدي لورا. ففي ثواني رحت عامل ليزب صغير، راح دخل عدلهم كلهم. برضه كنا شغالين رافت في برج كبير، فالمفروض بقى ايه بعد ما المعماري يعمل كل اللوح، تاخدها كانشائي وتعدي الـ AR الـ ST، تاخد الكهرباء وتعدلها ايه. في ثواني عملنا حاجة قدامي ووفرنا وقت كتير جدا. لو انت بتبرمج لنفسك ممكن تتعلم الدينامو، هتلاقيها على قناه بيبقى ريبيا، الشرح الدينامو كله موجود مجاني وسهل وبسيط وامثله عليه.